هنا على طريق الوفرة مشروع بيئي طموح من المنتظر أن يرى النور بعد إعلان هيئة البيئة موافقتها المبدئية على إنشاء محمية طبيعية، المشروع الفريد من نوعه للمزارع ناصر العازمي. احنا في موقع محمية طريق الوفرة مقابل مدينة صباح الأحمد السكنية، نعاين الأرض اللي تكلمنا عنها اللي هي محمية طريق الوفرة. المكونات اللي راح تكون موجودة في المحمية هي نباتات العرفج والثندة والرمث وبعض النباتات البرية اللي من بيئة دولة الكويت. على قدم وساق تسير هيئة البيئة وجهات حكومية مساندة نحو معاينة الموقع وتجهيزه استعدادا لإنشاء المحمية. عقب ما شفنا الموقع وتأكدنا باستخدامات الأراضي الموجودة فيها كالرعي وشفنا سافر المال بسرعة جدا بطيئة لسرعة الرياح، إن شاء الله المحمية إن شاء الله راح ترى النور إن شاء الله بإذن واحد أحد، وراح تكون سببا في تقليل تكدس سافر الرمال على منطقة صباح الأحمد وطريق الوفرة. وجود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في هذه اللجنة لقيامها بواجبها في أن تجعل لنا سواتر زراعية أو مصدات زراعية للمحافظة على عدم زحف الرمال لهذه الشوارع، إن شاء الله نحافظ فيها للمستقبل للناس المرتادين هذه الشوارع للوصول إلى الوفرة بإذن الله. ومن المقرر أن تنضم هذه المحمية إلى غيرها لتصبح لدى الكويت 12 محمية موزعة على مختلف مناطق البلاد. هذه الصحراء ليست عائقاً أمام التطور والتحول، فبقليل من الخطوات الجادة يمكن تحويل مساحاتها الواسعة إلى واحة خضراء تمثل حصناً آمناً للنباتات الكويتية المهددة بالانقراض ومتنفساً طبيعياً بعيداً عن المدن العمرانية وملوثاتها. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.